خدتوش معناها. يلا انا هبدا اهو. هيا بقى يلا. بيري ماشي الحاجه المانجا هنا. بقولك وانت بتاكل مانجا يا عم ليه؟ يعني ما تسيبني اكل مانجا براحتي، يعني مش هحس ان انا عايز اكلها براحتي وانت. ايوه هو ده اللي بقول عليه. النهارده يا جماعه متحمسين قوي عشان احنا في حدث ما بيحصلش غير مره واحده بس في السنه. يا جماعه احنا في موسم حصاد المانجا. وصلنا مزارع شجيع نزلوا علينا في صواني المانجا الساقعة اللي كانوا مقطعينها زي ما بقطعها لجوزي بالظبط، يعني حاجة كده آخر دلع. استنى بقى. لا ما كل كل يا كوكي ده كوكي، المانجا المانجا متقطعة زي ما أنت بتقطعها لي. مقطعينها زي ما أنت. كانت أحلى مانجا في الدنيا. بعدين ما بتقولش طعم مانجا أحلى من كده أصلا. سكرة قوي أصلا. مش معنى معناك ايه لو ضربتني هعيط. ازاي عملت ايه ده؟ غلبانة خالص. انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس؟ بعد كده بقى رحنا نخبز العيش بالطريقه الريفيه. عادي مصطفى تطري واخده الموضوع بجد كده ليه؟ الغدا النهارده ايه؟ جماعة لا حد ياكل من العيش اللي انا سويته. بفهمه كفو عليك. هو ده اللي انا من ايجيبت كلهم من ايجيبت كبير. ايه ده؟ يعني حاسه بشبع رغيف ده ان شاء الله اطلع بالعب. ده عمال ايديك يا كوكي خلاص. لا خلاص انا عملت رغيف ده. بينا نعرف نعمل عيش. تيجي نفتح مشروع فرن. نفتح فرن في البيت صح؟ ايوه ما هو الناس كلها عارفه كده. حته صغننه. لا ما هو لازم انت ماسكه كده ليه؟ سخن سخن قوي. طبعا عشان اعمل ايه؟ طبعا جيت وعامل ايه يعني؟ وانا يعني في حاجه ما اعرفش اعملها. احنا حاطين وش وسط الناس وخدنا واحد تاني. انا مشبه عليه. انت اللي عاملاه. خلي بالك باين عليه التاني. اه يا ابني سخن قوي. طيب بص طعمه حلو بجد. لا لو سخن قوي هتلسوى. انا روقت شايف ده مطرب. ده بعد كده دخلنا على الفطار الريفي الاصيل، يعني الفطير اللي متمرمغ في السمنه البلدي والمش والعسل والطحينه والبيض والبطاطس وكل انواع المخللات. ده ايه يا فايت؟ ليه عملت فيها كده؟ ده ايه طيب؟ دي سمنه بلدي. ايه نقطتين بس عشان ما تفهمش. عشان الدايت. واحد عسل واحد عسل اسود. نقطتين. مخلله بالحاضر. طماطم مخلله يا فندم. في عند حضرتك بتنجان مكدوس. تمام اهو بيغرف لك البتنجان المكدوس. هاتي لي الخيار يا استاذه اسراء. البطاطس يا استاذه. ايه؟ اشتغل اشتغل اشتغل. هو ده المفتاح بتاع مصر. خد يا استاذه. ده معاك ايه ده؟ البتنجان اللي انت بتحبيه. الله. انت طماطم المخلله بحبها ممكن تجيبها بسرعه؟ اه. طماطم المخلله يا سلام. طب ايه رايكم بقى عشان بقى هو هيقطع دلوقتي؟ حد يصوره بقى؟ انا بصور اهو. يلا. هجيب له القطعه. فين القطعه بتاعت الفطيره يا اولاد؟ خلاص بقى هو قال بقى يلا. تنتر. ده راح بقى محمد السنيه بتاعتي. بص بصلي هات لي ما خدتش الاقي تقعدوا على الارض. بص في دلوقتي شغال. اه اكيد اشتغل اكيد اشتغل. يلا يلا انا هبدا اهو. هيا بقى يلا. عايزين نعرف رايكم. سخنه. تحس الاكل. لا انا بعزمهم حضرتك والله شبهي. انا احب اكل
عشان احمرك عليه. هو بيقول لي ازاي صور الاكل بعد ما خلص قرب شويه اللي هو بيصورك وانت بتاكل مانجا. يا عم ليه يعني ما تسيبني اكل مانجا براحتي؟ يعني مش هحس ان انا عايز اكلها براحتي وانت بتاكل. ايوه هو ده ده اللي بقول عليه. دي زوم ان على مناخيري. لا ما فيش. لا لا بهزر بهزر حبيبي بهزر. يا جماعه احنا طول عمرنا نعرف ان المانجا كده تتقشر وتاكل، لكن اللي انا اول مره اشوفه النهارده ان الناس دي عامله مانجا مخلل. فده يعني اختراع جديد، فتعالوا كده نجربه مع بعض. خلاص دي مش عايزينها. شوف بقى المانجا المخلل دي ايه، يعني ازاي مانجا مخلل اصلا. ايوه انبوكسنج المانجا المخلل. بصوا يا جماعه المانجا عامله ازاي. بصوا عامله ازاي. بصوا تحسها زيتونه كبيره صح. عارف ميكس حاجه كده لسوعه يعني اللي عارف. دوقي كده. مين عايز تاني؟ يا جماعة خلصنا الفطار. الفطار طبعا زي ما انتوا شفتوا يا جماعة اتقتلنا. انا مش قادر. انا الناس كرهها قوي الصراحة. انا اتكبست اكل تحفة. يعني فطير وبيض وجبنة وعسل ومش لا وكل شوية عايزين ايه يا جماعة وحاجة ساقعة وحاجة سخنة وكل حاجة فظاعة بصراحة. الاجواء عموما في مزارع شجيع كانت احتفالية، طبلة بقى وسمسمية وقعد عربي وحاجة بجد اخر مزاج. هسأل كوكي دلوقتي هتعرف اسم الآلة دي ولا لأ؟ وأنا متوقع يعني إنها غالبا مش عارفاها يعني، بس هنشوف يعني هي هتعرفها ولا لأ. ماشي؟ تعالوا كده كوكي تعالي بقول لك إيه؟ تعالي ثانية خدي بس عايز أسألك حاجة بجد. سيك بس مايك. سؤال وعايز إجابة على طول من غير ما تفكر. هحاول. الآلة اللي شغالة دي اسمها إيه؟ سيسمية. طلعت عارفاها يا جماعة. طب بصوا دلوقتي طبعا الاسماعيليه مشهوره بقى بالسمسميه مش محتاجه. فهنا برضو من ضمن الفقرات اللي بتتعمل ان بيجيبوا ناس تعزف على السمسميه بقى وعلى الطبله وعاملين بقى اجواء بجد حلوه قوي. موسم حصاد ما تيجي يا بنت ما تيجي يا بنت. الناس بتزهق مني وانا لوحدي. ايه المايك ده كمان. ودلوقتي بقى اللي شغال فقره عروض فنيه. طبعا مش محتاجين اقول لكم ان الاسماعيليه اشهر اله فيها على مستوى العالم يعني ومعروفه بيها. السمسمية طبعا. مش عارف مش عارف يا جماعه كنت متوقع ان مستوى الثقافي اقل من كده. الكلام ده انا بس بره وجوه. واضح ان انا عرفت اربي. فدلوقتي هنقعد نسمع السمسميه بعدين هنمشي بقى وسط الشجر نشوف الحصاد والحصان هنا في كل مكان والدنيا بجد تحفه. الاجواء حلوه قوي يا جماعه. يعني اللي يقدر فيكم فعلا يجي في اي يوم. الاجواء هنا بجد جميله جدا جدا جدا. لازم بجد تيجي وتشوفوا يا جماعه. احنا مبسوطين قوي الصراحه. يلا بينا نكمل يوم. خلصنا وافتتحنا موسم الحصاد بعرق جبنه. يعني دخلنا وسط المزرعه وعشنا التجربه كامله. واللي يلاقي مانجا مستويه يقطف ويعبي في سبته على طول. المانجا الاسماعيليه بيبتدي بالسكر الابيض ده اول حاجه بتبشر في انواع المانجا كلها اللي هو السكري. بعد كده يعني في نص سبعة بتبدأ تبشر زي العويسي والنعومي والصديقة والفونس. تمام. الفونس يبشر بعد العويسي يبقى قصدي بعد السكري. تمام. بقى في حب اللي هو زي كده حبها زي كده من هي يقطفها. في حد يجي يقطف تفضل. الحبايه دي بنقولها صفا لان الحبايه دي قفلت قدامها اسبوع تستوي. فبيقطفوها وهي خضره كده بتسافر بقى اللي مسافر مثلا عن بابا بتاع بيقطفها. اه شكرا. طبعاً كأمريكا كالكويت كالسعودية بيطلبوا الصديقة تخ يعني خصيصا هي المانجا دي. شد على طول؟ اه هي بس بتاعها. طب ودي؟ ده حطها في سبتك بقى. فين هي؟ هو بيهالي؟ لا كده.
احنا بنعمله بقى في شبك كده عشان العصفور بنقي احسن حبايه و في منجل هنا كده العصفور اللي هو العصفور ايوه العصفور اه راحتك جماعه هنرجع اهو شوية مانجا ايه والمزرعة كمان كان فيها حيوانات كتير قوي دخلنا وقعدنا نلعب معاه ايه ده يا معجوزة بس كده دي رشيدة مش ديت المعدة اللي انا اتصورت بيها انت هو انت هو انت شايلها لغايه ما امها تيجي يعني ولا جوه 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 كده كده امشي امشي الله الله ده انت معيش صحيح خلاص بقى دخليها امها بقى خلينا نخلص انا كمان ماء خش امك جوه يلا هي امها هنا ايوه خش جوه ايوه ماشي يلا خش خش بقى الثانيه اطمنوا الاسماعيليه النهارده مطلعه لكم تصدير وحاجه جميله حاجه ممتازه حاجه جميله جدا ان انت تاكلها وانت مطمن غسلتها وتقطعها وتنزل على معدتك على طول من الشجره مباشر بنشكركم في النهايه نحب نقول لكم ان اليوم ده من الايام اللي مبسوطين قوي قوي اننا حضرناه وصورنا فيه لانه زي ما بنتبسط بكل حاجه بنصورها بره بنتبسط اكتر واكتر لما بنلاقي حاجه حلوه جوه نفتخر بيها ونصورها